فلسطين مزينة بزينة الأعياد المجيدة، دون فعاليات وأصوات الموسيقى المعتادة، دون لقاء الأحبة والأصدقاء لالتقاط الصور التذكارية اللي بتحيطهم زينة الأعياد. عيد مختلف هالسنة، شو اللي بتفتقده فلسطين اليوم خلال فترة الأعياد؟ الحالة اللي منعيشها اليوم في فلسطين تتناقض مع روح الميلاد اللي متعودين عليه في هذه التجمعات الكبيرة حتى نفرح مع بعض، في الزيارات المتبادلة ما بين العائلات والأصدقاء، وفي هذه اللقاءات الدائمة وفي هذا الفرح الدائم. نعيش في نوع من الظلمة، من الانعزال، من الحجر، من الخوف، من المرض، وهذا اللي بنفتقده فعلا. ولكن بجهود الجميع ممكن انه نتعاون فيما بيننا، نتساعد فيما بيننا حتى فعلا فرح الميلاد يدخل، حتى انه رسالة الميلاد اللي تكررت عدة مرات في الإنجيل المقدس، لا تخافوا لا تخافوا، هذه هي الرسالة للسنة الجديدة اللي بنتقدم منها بكل هيبة بكل خوف. ايضا ان شاء الله عيد الميلاد يكون نقطة مضيئة حتى نتقدم بكل ثقة لهذا العام الجديد. الصلوات أيضاً كانت بتباعد ومراعاة الإجراءات السلامة الموجودة في فلسطين. في الكنيسة أخذنا العديد من الخطوات وشرحناها للمؤمنين لتقليل أعداد المصلين ومن أجل التباعد والحث لجميع المرضى والمخالطين أن يبقوا في البيت وأن يتابعون على من خلال وسائل التواصل الصلوات. كل هذا نعمله من أجل صحة المؤمنين، أجل صحة الجميع، من أجل سلامتنا جميعا، وهي أولوية. وإذا لم نستطع أن نأتي إلى الكنيسة لكي نصلي، فالله يقبل صلاتنا من البيت أيضا، لأن الأولوية اليوم هي لإجراءات السلامة. في الكنيسة أخذنا كثير من إجراءات السلامة وفي تعاون كبير من جميع المؤمنين، وزدنا عدد الصلوات والقداديس اللي بنقوم فيها من أجل السلامة العامة. عيد الميلاد هو دائما عيد الفرح، عيد السلام، عيد البشرى السارة. وهذه هي معايدتي لجميع المشاهدين لقناة رؤية وجميع أبناء شعبنا، بأن يكون هذا العيد هو فعلا عيد فرح للجميع، يدخل إلى قلوب كل الناس، عيد يذكرنا أن الله ليس بعيد عنا وأن الله قريب منا دائما. فهو عيد لتفاؤل جديد، أمل جديد، وفرح جديد إن شاء الله لجميع المواطنين.